إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة التي طال شوقي إليها، وزكى الله هذه الأنفس التي انصهرنا معها في بوتقة الحكم في الله، وشرح الله هذه الصدور الذي جمعنا وإياها كتاب الله. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق، لقد شدني شوق إليكم مكلل للحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالفوائق، أردتم رضا الرحمن قمتا وطالبا، وما أرادوا إلا قصير المآسف، فسدد الله على ضرب الحق خطابه وجنبكم فيه خطي المزالق. مرحبا بأحبابي، مرحبا بإخواني، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، لقد شاء الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير، في وقت تجمعت فيه كل جاهليات الأرض مرة أخرى للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين، شاء الله جل وعلا أن يبزغ في الأفق نور يدرك وأمل يتجدد، أضحى حقيقة كبيرة لا تنكر، بل وأفزعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره، وكيف لا، وهي أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من القرن العشرين متمثلا في هذه الصحوة الإسلامية العالمية المباركة. فها نحن نرى بفضل من الله جل وعلا كوكبة كريمة وسلة مباركة عظيمة من طلائع الفعش الإسلامي المرتقب من شباب في رعاية الصدى وفتيات في عمر المروج، تلكم الكوكبة الكريمة التي بدأت تتنزل بفضل من الله جل وعلا وحكمة في كل بقاع الدنيا، تتنزل حتى في الندى على السهرة الظلمة والأرض العشاء، أو كنسمات ربيع باردة عثرتها وطيبتها أنفاس الظهور.
انتم الكوكبة الكريمة المباركة من هذا الشباب الكريم الطاهر، ومن هؤلاء الفتيات الطيبات الطاهرات العزيزات الشريفات. انتم الكوكبة الكريمة التي جاءت من جديد بعد القادسية واليرموك وحطين وبدر وأحد، جاءت لتمضي على طريق الدعوة الطويل، على طريق نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، جاءت لتمضي على ذات الطريق الطويل، جاءت لتنضم الى ركب دعاة المبارك الموهن في القدم الضارب في شعاب الزمان ملة نوح عليه السلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الاقدام تجتاز الشوك والصخور والإدارة، نعم تسير بما وتتمزق هنا وهناك أشياء، ولكن الرسم الكريم من هذه الكوكبة الكريمة في طريقه لا ينحني ولا ينسني ولا يحيد، لأنه على ثقة مطلقة وعلى يقين جازم بنهاية الطريق، وعلى ثقة أن قوى الباطل مهما رغبوا من قوى الحديد والنار لهذا الدين العظيم فإن النهاية كما قال الله جل وعلا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإن النهاية تتألق كالأمل وتشرق كالفجر وتتحرك كالنسيم كما قال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأتي هذه الكوكبة الكريمة المباركة من جيل الصحوة الإسلامية الكريمة المباركة، الجيل الذي تفتحت عينه على نور الإسلام، الجيل الذي انشرحت بصيرته لتقدم الحق، الجيل الذي لم يخدع بصره طريق الحضارات الغربية الخاطف للأبصار، الجيل الذي لم يؤثر فيه سحر الحضارات الغربية المغير للعقول والأفكار، الجيل الذي بدأ يوجه وجهه من جديد إلى مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، ويولي ظهره لواشنطن وباريس ولندن وبنكوك ومدريد. إنه الجيل الكريم المبارك، وحيثما توجهتم يا أحبابي أبشركم بالله، حيثما توجهتم في كل بقاع الدنيا وجدتم صحوة إسلامية عظيمة كريمة مباركة، وجدتم إقبالا شديدا على الله جل وعلا، وجدتم نفوسا مشتاقة لدين الله، وجدتم نفوسا متعففة للإسلام بعد أن أحرقها لقاء الهاجرة القاتل وأبناها وأرهبها كل من يمشي بالدين والضلال. حيثما توجهتم وجدتم نفوسا خاشعة ووجدتم شبابا وفتيات، وجدتم عودة صادقة إلى الله جل وعلا، وسمعتم آهات التائبين ونبرات العابدين تردد ودموع الخشية من الله تبلل خشيها وهي تناجي ربها وتقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي بدأت تتنزل بفضل الله جل وعلا في كل بقاع الدنيا. أبشركم أيها الأحبة، والله لقد رأينا في مصر، لقد رأينا في خطب سمعت وفي المحاضرات ما يزيد على 30,000 من الشباب والفتيات، وجدنا عودة صادقة إلى الله جل وعلا، ورأينا دموع الخشوع ودموع الخشية ودموع الخوف، وسمعنا آهات التائبين ونبرات العائدين تنادي ربها جل وعلا وتسأل الله التوبة والأوبة والفتح والعفو والمغفرة. وجدنا نفوسا قد استاقت للإسلام، وجدنا نفوسا قد تعطفت للقرآن وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البورقا، وشبيبة الإسلام هذا بينكم في ساحة الأنجاء يسبع بينك، وقوافل الإيمان تتخذ المدى برا
وتصنع للمحيط الشرق وما امرها في الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الكليل تحقق. وما امرها في الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الكليل تحقق. هي نخلة قاطت ترى فنما لها جذع قوي في التراب واعدقا. هي في رياض قلوبنا شيطونة في جذعها غصن الكرامة اورقا. فجر تبسط من سيكشف نوره اين يدا شدت علينا المشرقا. فجر تبسط من سيكشف نوره اين يدا فتت علينا المشرق. يا نهر صحرتنا رأيت كسافنا وعلى الصفات رأيت أزهار التقى. فيا جيل صحرتنا أعيدك أن أرى في السفك من بعد الشقاء تمشقا. يا جيل صحرتنا أعيدك أن أرى في السفك من بعد الشقاء تمشقا. لك في كتاب الله فجر صادق لك في كتاب الله قدر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق. لك في رسولك قدوة فهو الذي في الصدق والخلق الرفيع تفنقا. يا دون صحوتنا فتبقى شامخا ولسوف تبقى بالتزامك اشمقا. ولكن هذه الصحوة الاسلامية المباركة من اجل ان تكون صحوة قوية بناءة مثمرة راشدة فانها تحتاج الى منهج يضبطها ويقوم مسيرتها ويقود سيرها وخطها ومسراها. وما لم تكن هذه الصحوة الكريمة منضبطة بهذا المنهج الشرعي فانها ستضيع كما يضيع ماء الامطار بين الوديان والشعاب. واسمحوا لي ايها الاحبة كابن من ابناء هذه الصحوة الكريمة المباركة ان اضع اليوم بين ايدي حضراتكم بعض قواعد واصول هذا المنهج الشرعي لترشيد هذه الصحوة الكريمة المباركة. ولا اريد ان اطيل عليكم. القاعدة الاولى من قواعد ترشيد هذه الصحوة هي وجوب الحوجة الى القرآن والسنة بفهم سلف الامة. وجوب العودة الى القرآن والسنة بفهم سلف الامة. والعودة الى القرآن ابتداء والى السنة ليست نافلة ولا تطوع ولا اختيار اما ان نعود واما ان لا نعود. لا بل انه الايمان او لا ايمان. انه شرط الاسلام وحتم الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العودة الى القرآن الكريم باجتناب اوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. وان نحول هذا القرآن في حياة الامة الى تشريع والى واقع والى منهج حياة والى مجتمع متحرك والى مجتمع منظور. ان الحكم الا لله الى كتاب الله جل وعلا والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ذلت الامة الا يوم ان ضيعت كتاب ربها وسنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وسلم وراحت تذهب وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة اخرى وبين يديها مصدر عزها واصل شرفها وكرامتها وبقائها ووجودها. فالعودة الى القرآن بالوقوف عند اوامره ان نمتثل اوامره امرا امرا ونهيا نهيا وحدا حدا بل وكلمة كلمة وحرفا حرفا. وان نرجع الى سنة الحديث الصحيحة صلى الله عليه وسلم وقديما. وهذه سنسنة قديمة حديثة اننا نسمع ونرى من ينادي بين ابناء الامة لوجوب العودة الى القرآن دون السنة ويقولون لان السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. فلا بد من العودة الى القرآن فقط وتنحية السنة. وهذه سلسلة قديمة حديثة. فقديما جلس الصحابي الشريف عمران بن حصين يحدث الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل يا ابا نجيب حدثنا بالقرآن اي لا تحدثنا بالسنة. فقال الصحابي الشريف رضوان الله عليه انت واصحابك تقرؤون القرآن فحدثني عن الصلاة واركانها وشروطها وحدودها.
هل هناك آيات في القرآن الكريم تقول بأن الجمعة ركعتين؟ هل هناك آيات في القرآن تقول بأن الظهر أربع ركعات؟ هل هناك آيات في القرآن تقول بأن الصبح ركعتين؟ بأن الصبح ركعتان؟ كلا، إن السنة هي التي بينت وهي التي وضحت، لأن السنة ملائمة وموضحة ومسكرة للقرآن، بل ومن معجزات النبي الخالدة صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وحسن الحديث وصحح الحديث شيخنا الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: وما وجدت فيه من حلال فأحلوه، وما وجدت فيه من حرام فحرموه. أي عليكم بالقرآن فقط دون السنة. هذه من معجزات النبي الخالدة، وقد وقع ما أخبر به رسول الله لأنه ما ينطق عن الهوى. ألا وإن رسول الله قد آتاه الله الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. فلا بد أيها الأحبة من العودة إلى القرآن والسنة الصحيحة، ولكن بهذا القيد وهذا الشرط، لأن كل من يعمل الآن على الساعة يقول بأنني أعمل على في القرآن والسنة. ولكن أيها الأحبة، حتى تتآلف القلوب ويشتمل الصف ويتحد الأشمل، لا بد من هذا القيد ومن هذا الشرط، ألا وهو وجوب العودة إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. من من المسلمين لا يريد أن يفهم القرآن والسنة بفهم أبي بكر رضي الله عنه؟ من من المسلمين لا يريد فهم عمر؟ من من المسلمين لا يريد فهم علي أو فهم عثمان أو فهم معاذ أو فهم أبي بكر أو فهم هؤلاء الأخيار الأبرار الأطهار ومن تبعهم من التابعين في القرون الخيرية الثلاثة الأولى ومن بعدهم؟ بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، فإن الطائفة المنصورة قائمة في كل زمان ومكان، ما يخلو منها زمان ولا مكان. بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن نعود إلى القرآن والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بد من العودة إلى هذين النبعين الصافيين بهذا القيد وهذا الشرط. لماذا؟ لأن سلف الأمة هم أفهم الناس للقرآن والسنة، وهم أبعد الناس بالعلم، وهم أقرب الناس للحق. ورضي الله عن ابن مسعود إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمنقب ناس، من كان مستنا فليستن بمنقب ناس، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا هو الطريق يا أبناء الصحوة، هذا هو السبيل أيها المسلمون، هذا هو السبيل لرضوان الله جل وعلا ولمرضاته ولجنات النعيم في الآخرة. والله لقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط وهذا السبيل تحديدا جليا واضحا، كما في الحديث الذي رواه الدارمي في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، إلا أن الحديث مرتفع لدرجات الصحة فهو حديث حسن. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا سبيل الله، وقطع عن يمينه وعن شماله الخطوط المتعرجة.
ثم قال الحبيب: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بل وحدد النبي أهل هذا السبيل وأهل هذا الصراط كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في السنن وأحمد في المسند واللالكائي في السنة والطبراني في معجمه الكبير وغيرهم من حديث معاوية وأبي هريرة وأنس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة كلهم في النار. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، أكتفي بقاعدة أخرى ثانية من قواعد ترشيد الصحوة الإسلامية المباركة، وهي من أهم القواعد التي يحتاجها أبناؤنا وأحبابنا وإخواننا من أبناء هذه الصحوة، ألا وهي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن أروع ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام، يقول: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الكريم والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم وضلوا عن سواء السبيل. إننا نريد من أبناء الصحوة تحررا، لا نريد تعصبا بغيظا أعمى، لا للجماعات ولا للأفراد ولا للشيوخ ولا للمناهج، بل نريد من شباب الصحوة تعصبا وتمسكا بالحق وللحق على لسان أي أحد. لماذا؟ لأن التعصب البغيظ الأعمى يصد الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. فإننا لازم نرى من بين أبنائنا وأحبابنا وإخواننا من يتعصب لجماعته، فجماعته هي جماعة المسلمين وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فهي على الباطل. ولذا فإن كل ما يصدر عن جماعته فهو شرعي، وكل ما ينتج عنها من نظريات من أفكار وفتاوى نظرية أو حتى اجتهادات حركية فهو الشرعي وهو الصواب وهو الصحيح. ومن ثم فإن شيخه في هذه الجماعة هو الأوسع علما وهو الأنصع بشرا وهو الأقوى بيانا وهو الأعظم دليلا، حتى ولو لم يكن عند شيخه دليل يقنع ولا علم يشجع. ومن ثم فهو لا يقبل في شيخه نقدا ولا مراجعة على الإطلاق. وهذا أيها الأحبة من التعصب الذي لا يقر الإسلام ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحذر منه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن نتيجة هذا التعصب ظاهرة لكل أحد، ولا يمكن على الإطلاق أن نكن رؤوسنا في الرمال كالنعام، وأن نبرئ الصحوة أو بالأحرى وأن نبرئ بعض أسرار الصحوة الإسلامية من هذا الشيء العظام ومن هذا المرض الفتاك الخطير. لا ينشر هذا المرض إلا أحد جلس ينظر للحركة الإسلامية المعاصرة من درج عربي أو من مكتب مغلق مغير. إن هذا الواقع نعيشه ونحياه. هذا التعصب شتت الصف وبدر ظهور العداء وبدر ظهور الخلاف، ولا بد من التعالي على هذا التعصب ومن التحرر منه ومن التخلص منه ومن التخلص منه، وذلك لا يكون الا بتشرد القلوب لله جل وعلا. ولان ننطلق في اعمالنا ودعوتنا لا نريد قومية ولا عصبية ولا غاية ولا شارة، ولا ندعو لمصلحة او نغم، ولا ندعو لتملق او هوى، اننا ندعو الى الله جل وعلا وحده لفهم سلف الامة الصالح. والله ان هذه الدعوة تجمع القلوب وتوحد الصفوف وتزيل قدور العداء والشقاق والنزاع من بين هذا الصف. واننا لعلى يقين جازم ان اعداء الاسلام قد فشلوا باذن الله ولن ينجحوا باذن الله في الوصول الى قلب الصحوة الاسلامية من الخارج، ولكنني على يقين انهم يستطيعون ان يدخلوا الى قلب الصحوة من داخلها. لا
لدفع بطور العداء والخلاف بين افرادها امتثالا عمليا لمقولته الخبيثة الخطيرة التي تقول لا بد ان يتسبب في قطع الشجرة احد اغصانها. لا بد ان يتسبب في قطع الشجرة احد اغصانها. فلا بد ان نكون على مستوى هذه المؤامرة. ولا بد ان نكون على مستوى هذه الامانة. وعلى مستوى هذا الدين. التحمل من التعصب الغليظ الاعلى لاي احد. بل اننا يجب ان نتعصب للحق على لسان اي احد. فان الحق لا يعرف بالرجال. ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فمن نفوس كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يقول ليس لاحد ان ينصب للامة شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لاحد ان ينصب للامة كلاما يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الامة. بل ان هذا من فعل اهل البدع والاهواء الذين ينصبون للامة شخصا او كلاما يوالون ويعادون ويفرقون به بين الامة. ويقول شيخ الاسلام في موضع اخر من مجموع فتاويه المبارك يقول ومن تعصب لواحد من الائمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه كالرافض الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقتل في عثمان وعلي. فمن تعصب لواحد بعينه من الائمة ففيه شبه من هؤلاء وهذه طرق اهل البدع والاهواء. ايها الحبيب ايها الحبيب اعرف الحق تعرف اهله. ينبغي ان نتعالى وان نتفرد في دعوتنا لله جل وعلا وان نخلص اعمالنا لله عز وجل. لا سيما اذا علمنا ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه عالم وقارئ للقران. عالم وقارئ للقران لماذا؟ لانه مرتبى بعلمه ولا بقرانه الله جل وعلا. وانما عمل من اجل السعامه او من اجل الرياده او من اجل القياده او من اجل السمعه او من اجل الشهره او من اجل ان يقال انه داعيه وانه عالم وانه قارئ او انه منجز او انه مجاهد وقد قيل فيامر الله جل وعلا به فيسحب على وجهه في جهنم والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل فيلقى في النار فتندلق اقطابه اي اقطاب بطنه فتندلق اقطاب بطنه اي امعاءه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحل. فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان مالك الم تك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه. ايها الحبيب لا بد من التجرد والاخلاص لله جل وعلا. اسال الله ان يجعلني واياك من المتقين ومن المتجردين في اقوالهم وافعالهم لله رب العالمين. فيا ايها الاحبه ينبغي ان تتحرر الصحبه من هذا الداء ومن هذا المرض لينتهي هذا الخلاف الذي هو شر كله. والله ما ذكر الله الخلاف الا وحذر الامه منه. قال الله عز وجل ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا نتيجة الحتمية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلقد أخرج الله من رحم من الوقوع في شر وبراثن الخلاف. فيا أيها الحبيب لا بد من أن نكون على مستوى هذا الدين وعلى مستوى هذه الأمانة وأن نتحرر من هذا التعصب الغليظ الأعمى وأن نتمسك بالحق على لسان أي أحد. فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. بل والله لقد ذكر الله أهل الكتاب وشهد لهم بالخيرية التي تمثلوا بها. فقال عز وجل وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا
يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. أيها الحبيب، وأخيرا لا بد من أن نتورع بأقوالنا وأفعالنا، فإنني أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا لا يتورعون أن يحكموا حتى على النيات، وعلى نيات من؟ على نيات بعض العلماء وبعض الدعاة وبعض أهل الخير من المصلحين الصالحين، وهذه مذلة خطيرة أيها الأخيار الكرام، لأن النية لا يعلم لها إلا الله جل وعلا. أما نحن فلا ينبغي أن نتعدى الحكم على الطوائف، اظهروا لنا احسن اعمالكم والله اعلم بالسرائر، كما قال فاروق الامه رضي الله عنه وارضاه. فينبغي ان يتورع في اقوالنا في الحزن على الناس، لا سيما على العلماء وعلى الدعاه، ونحن نرى حمله شرسه ضاريه في الاعلام الغربي وديونه على الاسلام بصفه عامه، وعلى العلماء والدعاه الصادقين بصفه خاصه، وقد ينجر بعض المسلمين الكرام في ترجيح هذه الأقوال وهذه الإشاعات على علماء الأمة ودعاتها دون تورع أو دون خجل أو وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال جمهور المفسرين: وكثير الظن الذي أمر الله عز وجل أن ينتهي المسلمون عنه هو ظن السوء والشر بأهل الخير والصلاح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ليلقي لها بالا فيرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ليلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وأختم بقولة الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله تعالى بتقول: اعلم يا اخي، وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لزوم العلماء مسمومه، وان معاده الله في هتك اسكار منتقصيه معلومه، وان من اطبق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل هذه الصحوه صحوه راشده، صحوه مثمره، صحوه قويه بناءة، وأن يجعلها سبب خير للإسلام والمسلمين. اللهم طيب لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احمل المسلمين السفاه، واسق المسلمين العراة، وأطعم المسلمين الفياع. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيد وأهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ركام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وارزقه اللهم بالبطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد، كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله.